هي طيبة للجميع. أنا مريض التمرين 21 صفحة 53. عندنا إكس وإيكغيك عددان حقيقيين، إكس محصور ما بين ناقص جوج ناقص 0.5، إيكغيك محصور ما بين 1.2 1.8 لنؤطر ناقص إكس. إذا هنا غنبدأ بالمعطيات اللي عطاونا. لدينا إكس محصور ما بين ناقص 0.5 وناقص جوج. إذا هنا شنو مطلوب منا؟ نديرو التأطير ديال ناقص إكس، يعني أن هاد الأطراف كامل غادي نضربهم في ناقص واحد. إذا إكس غنضربو في ناقص واحد هي ناقص إكس، ناقص جوج في ناقص واحد هي جوج، وناقص 0.5 في ناقص واحد هي 0.5. مادام درت في واحد العدد اللي هو سالب اللي ناقص واحد، إذا غيتبدل الرمز، ومنه ناقص إكس إلا بغينا نقلبو بحال هكا الرمز، غتولي هاد جوج هنا وهاد 0.5 هنا. لنؤطر ناقص إكس في إيكغيك، أول حاجة شنو عندنا؟ عندنا ناقص إكس إيكغيك تساوي ناقص إكس مضروبة في إيكغيك. وحنايا شنو عندنا؟ لدينا إيكغيك راه محصورة ما بين 1.8 1.2 و إكس راه عفوا هو ناقص إكس. إذا احنا عندنا التأطير ناقص إكس والتأطير ديال إيكغيك. هاد التأطير ناقص إكس هو محصور ما بين 0.5 وجوج. بما أن هاد ناقص إكس وإيكغيك موجبين بجوج إلى واحد المجالين مجالين موجبين، إذا نقدروا نضربوا طرف بطرف. إذا ناقص إكس إيكغيك محصورة ما بين، إذا مجالين بجوج ونفس الإشارة، مجالين بجوج ونفس الإشارة، هذه أصغر أو تساوي وهنا أصغر أو تساوي. إذا كنضربو 1.8 في جوج وكنضربو 1.2 في 0.5، وفي الأخير كنحصل على التأطير ديال ناقص إيكغيك ناقص إكس إيكغيك محصورة ما بين 0.5 في 1.2 هي 0.6، وواحد فاصلة تمنية في جوج هي 3.6. وهذا هو التأطير ديال ناقص إكس في إيكغيك. دابا غادي نمشيو نديرو التأطير ديال إكس في إيكغيك. حنا عندنا حسب السؤال السابق التأطير ديال ناقص إكس إيكغيك محصورة ما بين 0.6 و 3.6. حنا بغينا إكس في إيكغيك، إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو كل شي في ناقص واحد، هذا غيولي ناقص 0.6 والرمز غيتقلب، وهذا غيولي ناقص ناقص يعني زائد إكس إيكغيك والرمز غيتقلب، ناقص 3.6 غتولي سالبة. وبالتالي إذا بغينا نحافظو على نفس الإشارات ونفس الرمز، نقلبو هنا نقلبو هنا، غادي نجيبها لهنا ناقص 3.6 وغادي نجيبها لهنا ناقص 0.6. إلى هنا أكون قد انتهيت إلى التمرين الموالي.